فلاحي رائع، هدف رائع، من أروع ما يكون هذا الهدف لصالح مولودية العلمة، من أروع ما يكون هذا الهدف لصالح مولودية العلمة عن طريق فلاحي. يا سلام، هايل رائع، من أروع ما شاهدنا في البطولة الوطنية وفي خلال كل تقريب كل المباريات للقسم الوطني الأول، شاهدنا هدف رائع وجميل على كما يقال الطريقة الفنية الرائعة، فهو هدف نقدر نقول هدف جميل جدا، رائع جدا، رائع جدا، هدف في الوقت البدل الضائع لمولودية العلمة، وهدف مقابل هدف، كان رائع الهدف حقيقة، اهتز الجمهور لهذا الهدف الرائع اللي سجله فلاحي فارس لاعب وقائد فريق مولودية العلمة. حقيقة نشاهد مرة أخرى هذا الهدف والتمريرة من بن موسى، وفلاحي كيف سجل هدف في منتهى الروعة، في منتهى الروعة لصالح مولودية العلمة. إذن هدف كان من تسجيل عثماني بوبكر في الدقيقة 43 في البدل، في الوقت البدل الضائع، فلاحي سجل هدف التعادل.